حلوه. السياره اللي معايا هي هوندا اكورد الجيل العاشر موديل 2020. الدنيا شوب، مش راح احاول اتفزلك برا، راح احكي كل شيء جوا. هاي هي السياره. طبعا الشكل بشكل مبدئي هو السيفيك كبير، بعرف هاي التعليق اللي كل حدا حكى لي، بس مش مشكله. الفئه اللي معي هي اعلى فئه اللي هي الاي اكس ال 1.5 تيربو. على فكره السياره فيها مواصفات كتير جديده، فيها اشياء كتير مختلفه عن الاكورد القديمه، راح نحكيها خلال الفيديو. اما عن شكلها بشكل عام يعني من برا، هذه هي الشكل الهجومي جدا. على فكره شكلها كتير لطيف، لو لانه عاملينها كتير بتشبه السيفيك، فيعني مش بطال. الشكل تبعه هجومي رياضي. في عنا هنا الرادار زي ما شايفين تحت، والرادار هون مع الكاميرا، مع الكاميرا الجانبية، مع الحساسات. هذا كلياته نظام جديد من هوندا اسمه هوندا سينسينج، زي ما هو مكتوب تحت. هوندا سينسينج نظام رح أشرحه في الداخل. ففي عنا رادار، في عنا بصمة هوندا الكبيرة، في عنا الكروم الكبير، في عنا إضاءة LED نهارية، في عنا إضاءة LED للضباب موجودة تحت. جنوط 17 شكلهم لطيف. في عنا مودي كهربائية غير قابلة للطي. في عنا الفتح بدون اللي هو الكيلس، يعني بدون مفتاح، أو تشغيل عن بعد برضو موجود في السيارة. في عنا الأشكال اللي بتشوفوها هون، الزوايا الحادة موجودة بكل تفاصيل السيارة سواء من جوا أو من برا، فتصميمها يعني هو جدا جميل من برا. زي ما قلت لكم مشكلتها هي أنه شوي بتشبه موديل تاني، لو ما بتشبه يعني ما عندي مشكلة بتصميمها. الشكل من خلف كتير لطيف، في عنا هيك اللي هو التيل خفيف جدا ليعطي منظر رياضي للسيارة. في عنا حساسات خلفية ودبل اكزوست كشكل، فعليا ما يعني هو مش دبل اكزوست، بس بيعطي الإيحاء بأنه دبل اكزوست. وفي عنا كاميرا جانبية موجودة على المراية اليمين، طبعا موجود على جهه واحده من السياره. في عندنا فتحه سقف، وهذا هو شكل الاكورد من برا. هلا للامانه شكلها من برا مش كتير بيعطيك الايحاء انه شو ممكن تشوف منها، شو ممكن تعطيك هاي السياره، ولكن بعد التجربه صراحه لا كثير بتعطيك هاي السياره. راح نجربها وراح احكي لكم عنها، وراح يكون احمد معي. احمد بعيد شوي، احمد راح يكون معي خلال الفيديو. لاحمد يوتيوبر على فكره، ممكن تتابعوه، رح يكون موجود معي ونتناقش على بعض الشغلات، فخليكم معنا في الفيديو. شرب حريق. طيب انا متت صراحة، اخر مرة بطلع برا السيارة، كل اشي بده يكون جوا السيارة. خليني في البداية اعطيكم لمحة سريعة عن تاريخ هوندا اكورد، وبعدين ندخل في الهوندا اللي معي. هوندا اكورد اللي نزلت ب 76 كانت النسخة المحسنة عن سيفيك. هوندا نزلتها بعد ما شافت سيفيك ضربت الدنيا وانبسطوا عليها العالم، فحكت يلا بنزلهم نسخة افضل شوي، اقوى شوي واوسع، وفيها شوية رفاهية مقارنة بالسيفيك. طبعا هذا الحكي كان ب 76. اول سيارة سيفيك، اول سيارة هوندا اكورد نزلت كانت الهاتشباك بابين، كانت مش قوية، ما كانت تعتبر قوية. طبعا كان ايامها وزنها بحدود 900 كيلو، وكانت قوتها بحدود 60 او اشي 65 حصان، فما كانت السيارة الفخمة، ولكن هذا الاشي اللي كان ينطلب وقتها. الناس كانت بدها سيارة زي هيك، خصوصا كان في ازمة النفط، والناس عم بدور على السيارات الاوفر والاقتصادية اكتر والمريحة وهي الشغلات. الهوندا اكورد استمرت من 76 الى يومنا هذا على مدار 10 اجيال. طبعا من خلال هاي الفترة كانت تحطم دائما الارقام، كانت تجيب الاعلى مبيعا، كانت تجيب الافضل كلائحة افضل سيارات تشتريها، كان تجيب الامن، كانت تجيب الافضل من ناحية الراحة. فتقريبا يعني كانت تحطم الارقام كاملة بكل شيء دائما هوندا اكورد موجودة في هذا السوق. فنجحت يعني على جميع الاصعدة، كان في لها نجاح، وعلى جميع موديلاتها من ال 76 لليوم برضه كان في لها نجاح. فالاكورد في لها علامه مميزه خصوصا بالسوق الامريكي. اذا بتدخلوا امريكا راح تلاقوا انه الاكورد هناك بالنسبه لهم والكامري، للامانه لانه الاثنين منافسين لبعض، هم السيارات اللي راح تشوفهم بشكل يومي بشده. الاكورد والكامري يعتبروا الافضل مبيعا في السوق الامريكي. وللعلم السوق الامريكي اذا نجحت هناك سياره، هو السوق الاهم، إذا نجحت هناك سيارة فاعتبر أن نجاح هاي السيارة استمر لكل العالم. طبعا الأكورد والكامري أحد أشهر السيارات الموجودين في السوق الخليجي كمان. فأكورد في الخليج هون تعتبر السيارة المميزة، يعني السيارة اللي كتير برغبوها كتير من الناس، لأنها فعليا السيارة اللي بتريحك، السيارة المريحة، السيارة القوية، السيارة شكلها جميل، الفخمة، الاقتصادية، وبنفس الوقت وهو الأهم أن السيارة كتير ممتازة في الجو الخليجي. يعني أنا هلأ مثلا
على سبيل المثال بشكل سريع دشت حالة برا 40 الجو أحلى من هيك جوا السيارة، ما في السيارة ما بتعرف شو. على كل حال خليني أحكي لكم طباعي بهاي السيارة من خلال هذا الفيديو، أحاول أكون سريع قدر الإمكان بس صدقوني السيارة بتستاهل. هاي موديل 2020، الشكل هذا نزل من 2018 لحد هلا ومستمر. بالنسبة للجيل هذا اسمه الجيل العاشر. طبعا السيارة نزل منها أكثر من تصنيف أو أكثر من إصدار، اللي هو LX، السبورت، الEX، الEXL والهايبريد في إصدار التورينج. فهدول الإصدارات بيختلفوا عن بعض بالمواصفات وبالمحركات. فالمحركات أجت على هاي السيارة كمان أكثر من محرك أنت بتقدر تختاره، وبالنسبة للشكل كمان الخارجي فيه برضه بعض التعديلات أنت بتقدر تختارها، والمواصفات الداخلية كمان أنت بتغيرها حسب شو الإصدار اللي أنت بتشتري. الإصدار اللي معي هو EXL المحرك 1500 تيربو. طبعا راح تستغرب 1500 من بعد V6 كانت تعملها هوندا أكورد صارت. طب إذا أقول لك شغلة، 1500 سي سي بولد 192 حصان بالضبط. بالضبط لأنه تيربو، فالمحرك اللي عليها مش قليل على فكرة، مع أنه هذا الإصدار القليل، يعني الإصدار الصغير صغير في أكبر، ولكن 1500 تيربو بعطيك 192 حصان، هذا رقم جيد. راح أحكي لكم عن الأداء كمان شوي. خلينا نبدأ معاكم في تجربة السيارة وشو الأشياء اللي فعليا تغيرت معي في الأكورد، شو الأشياء اللي حبيتها واللي ما حبيت راح أحكي لكم إياها. فرح نبدأ أول إشي في مقود السيارة. المقود في الجيل العاشر من أكورد صار كهربائي. طبعا هذا الإشي بسبب أنه صار أكثر دقة، صار حساسيته أفضل، صار الكمبيوتر بيخاطب الستيرنج بحيث أنه يتحكم فيه. يعني الستيرنج هلأ صار يأخذ يعني أوامر من الكمبيوتر بأنه يروح يمين أو شمال مع أوامر الكمبيوتر. هذا إشي لأنه كهربائي، طبعا ما في وصلات ميكانيكية بين هون وهناك، صار هو حساسات وبتشتغل. بالنسبة للتصميم تبع الستيرنج جدا بعتبره ممتاز. الأزرار المتواجدة عليه هي الأزرار الرئيسية اللي بحطوا لك إياها، اللي هي على الشمال في عندك الانفوتيمنت تبع السيارة اللي هو بتقدر تتحكم بتفاصيل المعلومات اللي بتطلع على الشاشة الأمامية، وبتقدر تغير المحطات أو الصوت أو تعلي أو توطي أو ترد على مكالماتك. على اليمين في عندك اللي هو الكروز كنترول، ولاحظوا انه في عندي هون كبستين زيادة، هدول للأدابتف كروز كنترول. السيارة هاي تحتوي على كاميرا لمراقبة الطريق ورادار، فهذا الاشي راح احكيه هلا لما نحكي عن الرادار وعن هاي الامور. ولكن السيارة فعليا جدا جدا جميل، فيها انظمة ما تسمى هيك، يعني هوندا مبتكرة هذا الانظمة مع بعض بتسميها هوندا سينسينج. فهاي الانظمة راح احكي لكم عنها هلا لاحقا، بس بشكل سريع الستيرنج عليه هاي الازرار، ما في شيفترز، وانت مش بحاجة شيفترز في سيارة هوندا صراحة، وخصوصا محرك 1500 سي سي تيربو. اوكي بس هو مش رياضي كافي ليكون هاي، وعندك جير سي في تي فما في داعي. موجودين على النسخة السبورت من هاي السيارة اللي بيجي منها 10 غيارات جير اوتوماتيك اللي هو العادي. اما الجير سي في تي لا ما بيلزمك عليه شيفترز. عدادات الامامية بالهوندا اكورد الجديدة صار في عندك نص عداد تقليدي العادي او اللي احنا بنسميه الانالوج، والعدات اللي موجود على الشمال ديجيتال او شاشه او سكرين بدك اياه. بالاضافه انه الرؤيه تبعتها ممتازه بنهار او بالليل، يعني هي هلا الدنيا نهار ودرجه حراره برا بالضبط 46 والاضاءه ممتازه بتشوفها بكل وضوح. المعلومات اللي بتطلع عليها تقريبا معلومات كل شيء ممكن تحتاجه بالسياره بعرض لك اياه، تحذير الرادار الار بي ام التليفون، اي اشي بدك اياه ممكن تعرضون عن طريق الازرار الموجوده عندكم. فبالنسبه للعداد صراحه لطيف، ما عندي تعليق عليه، كنت اتمنى انه يكون كله ديجيتال، يعني خلص انت عاملين اعمله كله ديجيتال يعني بيطلع شكله يمكن افضل. فا اوكي هلا على جميع احوال هذا العداد ما بتغير شكله، يعني ما بتقدر تغير شكله لاي اشي، سواء حولت سبور حولت مانوال عفوا حولت لو حولت شيفترز بدك اياه ما بتغير عليه شيء. الشيء الوحيد اللي بتغير اللي هو اللون الاخضر الموجود على داير العدادات، بحيث انه اللون الاخضر بيحكي لك انه انت ماشي بشكل اقتصادي، اللون الابيض انت ماشي بشكل عم بيستهلك وقود. بالنسبه لنظام الترفيه في السياره والتحكم موجود عندنا شاشه هون 8 انش، بعطيها تقييم ممتاز جدا لانه الشاشه فعليا حجمها اضاءتها الاستجابه تبعتها ممتازه. الاشي اللي كان عندي مشكله فيه زمان راح، اللي هو التاتش صار او موجود في الاكورد اللي هو ازرار رئيسيه غير الاستجابه تبعت التاتش اللي بالنص. في ازرار بتوديك
الاماكن الرئيسيه اللي موجوده في او الاقسام الرئيسيه اللي بدك تروحها، مثلا انه بدك تروح على الخرائط، بدك تروح على التليفون، على الراديو او البلوتوث، ففي عندك ازرار مش بحاجه انك تكبس. هذا الاشي فعليا كان عندي تعليق عليه قبل المره بانه لازم يكون في ازرار رئيسيه حتى لو الشاشه تاتش. طبعا في زر التعليه وتوطيه الصوت واغلاقه، وفي زر هذا الخيارات موجود، فالشاشه ما عندي مشكله. طبعا شو بتخدمك هاي الشاشه؟ شو بتعمل في يعني بتعطيك ميزه كمان لطيفه جدا، الكاميرا اللي موجوده على المرايه اللي على اليمين. على فكرة هاي الكاميرا أنا بعتبرها ميزة جدا لطيفة بالسيارات، بسيارات هوندا على فكرة عامة موجودة فيها هاي الميزة مش بس بأكورد، اللي هي إنه أنت إذا بدك تروح على اليمين تكبس زر اليمين أو بدك تكبس غماز اليمين بيطلع لك الشاشة اللي أو الكاميرا اللي بتشوفها على اليمين بتشوفها على الشاشة هون، بحيث إنه تكشف لك النقاط العمياء اللي موجودة على يمين السيارة، فأنت بتشوف كل شيء على الشاشة، ما فيش حتى داعي تطلع على المراي فعليا، يعني إذا ما بدك تطلع مراي بتكفيك الشاشة هون. فهاي هي الميزة الإضافية في الشاشة. طبعا أكيد في عنا كاميرا خلفية، وهذا إشي تقريبا هلا موجود في الكل، موجود على السيارة وبتشوف عن طريق هاي الشاشة. بالنسبة للتبريد راح أحاول أكون مختصر في الموضوع، لأن الياباني غني عن التعريف في الموضوع. الياباني بتحسه رقم واحد في التبريد 100%، والأكورد طالما أنها سيارة عم تنباع بشكل كتير منيح في السوق الخليجي أعرف أنه تبريدها ممتاز، لأنه هذا قاسم ما بين أنك تشتري سيارة وما تشتريهاش في الإمارات أو في أي بلد خليجي. بالنسبة للمواصفات الموجودة عندنا هون كتكييف هاي السيارة، في عندنا 4 فتحات تكييف أمامية، في عندك دول بإمكانك تفصل اليمين عن الشمال، في عندك فتحتين تكييف خلفيات وهذا إشي ممتاز، الكراسي مبردة وهذا إشي جدا جدا ممتاز، والكراسي برضو بتقدر تسخنهم وهذا إشي مش راح نستخدمه ولا مرة هون. فهاي التكييف باختصار الموضوع، ما عندي أي ملاحظة عليه صراحة، ممتاز حتى على أقل نسبة تبريد، لأن حاطة له 2 فقط عشان الصوت ما يطلع بالكاميرا، ممتاز. بالنسبة للمساحة الوسطية في عنا أزرار بسيطة جدا، ورح أحاول أكون مختصر. عندك مساحة تخزين كبيرة موجودة تحت التكييف، فيها شاحن لاسلكي بتقدر تشحن تليفونك إذا بدعم لاسلكي، عندك مخرج USB بتقدر تشبك التليفون تبعك في الشاشة أو تشحن فيه، في عندك مخرج 12 فولت لتشبك عليه شاحن أو أي شيء بدك إياه، وفي برضه بتقدر تستخدمها كمساحة الموجودة هون. في عندك 2 حاملات أكواب، في عندك مساحة تخزين كتير كبيرة تحت المسند. هلا غير عن المساحات الموجودة هون، والسيارة فعليا لا زالت عملية رغم انها بتعطيك الإيحاء بالفخامة، ولكن هوندا فعليا هي سيارة تعتبر سيارة عائلية، سيارة عملية، سيارة المشاوير داخل المدينة اليومية، ففي عندك مساحات جيدة تقريبا وين ما كان، على الابواب بالنص حتى بالخلف. هلا الجير عندنا في هاي السيارة جير CVT على محرك ال 1500 سي سي تيربو اللي راح احكي عنه هلا كمان شوي بالتفصيل اكثر. عندك جير CVT، هذا الاشي مش موجود على الجير او مش موجود على السياره اللي بيجي فيها 2000 سي سي تيربو، اللي هو بيجي عليها جير 10 سرعات اوتوماتيك. فطبعا لا يعني مش راح ادخل بالتفاصيل، بس الفرق بيناتهم اكيد للي ما بيعرف بين السي في تي والاوتوماتيك، هم في الناس تحكي عنهم كلهم اوتوماتيك، ولكن هو لا، هذا يعتبر سي في تي لانه ما فيه مسننات، ما فيه تفاصيل اللي موجوده في الجير العادي او الاوتوماتيك، احنا بنحكي عنه صرنا عادي. فالاثنين مختلفين بالاداء، مختلفين بمصروف بنزين، مختلفين بمتعه القياده. للامانه انا مايل اكثر لمتعه القياده بالجير الاوتوماتيك العادي، ولكن بالسي في تي في عندك الراحه، الهدوء، توفير البنزين، فهو فعليا لهي النسخ من السيارات اللي بتحاول فيها تقتصد في الوقود السي في تي مناسب جدا. بهاي السياره انا ما عانيت منه ابدا، اموره لطيفه ومريح جدا، فما عندي مشكله مع الجير ابدا. طبعا في عندك الدي الاس والال، هدول 3 خيارات موجودين على الجير، اللي هو القياده العاديه، القياده الرياضيه، او اللو اللي هي القياده، او كانك حاط رقم 1 على الجير العادي اللي هي اللي بتكون المحرك باقصى عزم موجود اللي هو ال. طبعا الازرار الموجوده عندنا هون زر الايكونومي او الايكون المكتوب هون، هذا الزر موجود في الهوندا عامه اللي هو للاقتصاد، اذا كبسته السياره بتحد من قوتها شوي بحيث انها تقتصد للبنزين اكثر. الباركينج بريك، زر الاصطفاف طبعا تاتش، وفي عندنا البريك هولد اللي هو بيمسك البريك عنك بحال اذا انت وقفت على اشاره او حبيت تريح تكبس بريك
بتشيل رجلك وضلوا ماسكوا عنك. فهذا تقريبا صارت يعني مواصفات متواجدة بشكل كبير بكل السيارات، فبطلت اشي جديد ضروري نشرحه بكل مرة. هاي هي المساحة الموجودة عندنا هون. بالنسبة للأداء، المحرك اللي بيجي على هاي السيارة، في عندك عامة بالأكورد الجيل العاشر بيجي أربع محركات. في عندك المحرك 2000 سي سي تنفس طبيعي IVTEC، في عندنا 2000 سي سي تيربو موجود في الإمارات، 1500 تيربو موجود في الإمارات، والهايبريد اللي مش موجود في الإمارات. فإحنا أنا هركز لكم على النسختين الموجودين هون. نسخة 1500 تيربو بتولد 192 حصان، ونسخة 2000 تيربو بتولد 248 حصان تحديدا. النسختين الفرق اللي بيجي عليهم ميكانيكيا انه ال 2000 سي سي بيجي عليه جير اوتوماتيك 10 سرعات، اما ال 1500 تيربو بيجي عليه سي في تي. طبعا اذا الموضوع راجع لي فانا رح اشتري الجير عادي 10 سرعات مع المحرك ال 2000 تيربو، لانه انا من الناس اللي بتهمني الاداء في السياره. اداء السياره على محرك ال 1500 تيربو جيد جدا، بيولد 192 حصان، اداء جيد جدا لاستخدامك اليومي. فاذا انت مش مهتم كتير في القوه ورده الفعل السياره، وبتهتم بالبنزين وبدك مصروف لطيف لمشاويرك اليوميه، فاداء السياره ممتاز جدا على فكره. اما بالنسبه للاداء الرياضي اكثر، فانا راح افضل ال 250 حصان. بالنسبه لاداء السياره على الطريق على فكره جدا مريح، نظام التعليق جدا مرن، جدا لطيف للاستخدامات اليوميه، وبنفس الوقت راسي جدا على الطرق السريعه. يعني انا السياره مشيت فيها بحدود ال 180-190 عادي جدا، ما بتحس بوزن السياره، بتحس انه راسي على الشارع. فوزن السياره والاداء تبعها على السرعات جدا ثابت. ممتاز ثابت. وبالنسبه للمنعطفات يعني خلينا نحكي القياده، احنا بنسميها القياده الرياضيه، برضه بيعطيك اداء جيد. بالنهايه هو مش رياضيه السياره، ولكن بيعطيك ثبات جيد جدا على السياره. بالنسبه لنظام الكبح رائع جدا. في فيديو مشيت فيه حوالي 180 السياره، دعست فول بريك على ال 180، وقفت السياره بكل سرعه بدون اي مشكله، بدون ما تروح لا يمين ولا شمال ولا تفقد السيطره. كانت السياره فيها ثبات رائع، ثبات بعد 1 2 3. ما شاء الله. سنسنج. الهوندا سنسنج هي الأنظمة اللي عملتها هوندا لحتى تتكلم مع بعض وتخلي السيارة تفكر أكتر وتخليها أذكى أكتر. على سبيل المثال، السيارة هاي موجود فيها عشان الكمبيوتر يبدا يشوف، صار في عندك كاميرا موجودة فوق بتراقب الطريق، كاميرا على المراية اليمين، وكاميرا خلفية، حساسات، ورادار. هذه الشغلات كلها بتتربط مع بعض مع الستيرنج الكهرباء طبعا، لانه الكمبيوتر صار يتدخل اكثر في قيادتك ويحميك قدر الامكان. هلا بالنهايه الامان بالله، ما في سياره امنه، ولكن خلينا نحكي لكم عن المواصفات الموجوده في الهوندا اكورد اللي معي او الجيل العاشر بشكل عام، وبالفئه اللي انا راكبها. السياره مبدئيا فيها شيء اسمه لين كنترول، رح احاول اختصر الموضوع قدر الامكان لانه فعليا التفاصيل فيهم كبيره. اللين كنترول، السياره عن طريق الكاميرا الاماميه اللي بتشوف الطريق وعن طريق الستيرنج بتخليك تحافظ على المسار تبعك قدر الامكان، بحيث انه السياره اذا راحت يمين او شمال بالخطا لاي سبب إن كان، السياره بتحذرك عن طريق اهتزاز في الستيرنج. اذا حست انه انت مش منتبه ومش عم بترجع بتاخذ السيطره على السياره، السياره بتتدخل وبترجعك على المسار وبتشوف الستيرنج ويتحرك قدامك. هذا الاشي بفعل طبعا المراقبة وبفعل الستيرنج الكهربائي اللي صار يقدر يتحكم بنفسه. في عندك كمان اللي هو الخروج عن الطريق، الخروج عن الطريق بحيث انه السيارة اذا شافتك انت بسرعة ويعني ماشي بسرعة ورحت برا الطريق، برا الخط الاصفر، ما بتسمح لك، بتدخلك للشارع، بتحاول قدر الامكان انها تخليك جوا الشارع وما تطلع. لاي سبب ان كان انت حاولت تطلع برا الطريق رح تمنعك وتحس انت الستيرنج وهو يرجعك. ففيه يعني فيه قوة معينة إذا أنت زدت عنها عادي، يعني بالنهاية التحكم إلك، ولكن فيه قوة معينة بيحاول يمنعك فيها، وهو بيفترض أنه أنت سهيت أو أي شيء، فهو بيحاول يعطي قوة بسيطة ليرجعك على الشارع. فهاي هي خلينا نحكي المحافظة على الطريق، ضلك داخل الطريق. الأدابتيف كروز كنترول، في عندنا رادار في السيارة بيراقب الطريق وبيشوف قدامك
قدي في انت بعيد عن السيارة، قدي سرعات السيارات اللي قبالك، قدي انت عم تقرب عليهم بشكل سريع. فبالتالي Adaptive Cruise Control في عنا هون ميزتين للرادار. الميزة الاولى Adaptive Cruise Control اللي هو تثبيت السرعة. فرضا انا مثبت سرعتي على سرعة 100، وبعدين فجأة واحد طلع قدامي ومشي 50، انت على سرعة 100 مفروض انه لا سبحان الله بضلك ماشي وخابط فيه. لا، السيارة بتبطئ سرعتك وبتقيس سرعة اللي قبالك لتخليك تمشي 100% بسرعته لحد ما هو يفتح لك المجال، فانت تمشي وبترجع على السرعة اللي انت محددها. اذا اللي قبالك ضرب بريك، انت رح تضرب بريك معه، السيارة بتضرب بريك كامل بتوقفك على الاخر، واذا راح بترجع السيارة بتدعس بنزين عنك وبتكمل. فيعني عم تعطيك تفاعل رهيب. طبعا برضو فيها اللي هو التنبؤ بالحوادث، يعني انت ماشي في شافة الرادار عنصر عم بدخل على الحارة اللي انت فيها او الشارع او مسارك بسرعة معينة، فبتتنبأ انه هذا الاشي رح يدخل بالمسار تبعك خلال ثانيتين، فبتكبس لك بتطلع لك هون خيار انه اكبس بريك. فاذا انت ما كبست بريك وفعلا الاشي هذا طلع بوجهك، السيارة بتدعس بريك عنك بتوقف توقف كامل. فبرضه هذا النظام للأمان والحماية إشي كتير فعليا بيأثر، وانت رح تجربه وانت عم بتقود السيارة بشكل يومي رح تحس فيه. بتكون ماشي مثلا السيارة بتراجعك، بتكون حاط كروز كنترول، يعني انا ماشي هلأ الطريق كلياته تقريبا ساعة كاملة بالكروز كنترول ما فيش حاجة، لا تدعس بنزين ولا بريك، انا حاط رجلي هيك والسيارة بتقدم وبتبطئ وبتأسرع زي ما بدها. فهاي هي الأنظمة اللي موجودة في سيارة الهوندا أكورد. طبعا في شغلات إضافية مثل الوسائد الهوائية، موجود عندنا 8 وسائد هوائية في السيارة على كل الفئات، وهذا إشي مميز إنه ما في فئة فيها أفضل من ناحية الأمان. الوسائد الهوائية موجودة بشكل قياسي على كل الفئات اللي موجودة في هوندا أكورد. خلينا أعطيكم خلاصة تجربتي في سيارة الهوندا أكورد. بعد تجربة استمرت لمدة أسبوع وفعليا استخدمت السيارة ل كل مشاويري، يعني انا بستخدمها بديل لسيارتي. هذا الشيء دائما انا بحكيك بكل مره بصور فيها فيديو، ويعني بنهايه تجربه خاصه، يعني انا مش عم بحكي من باب انه انا الخبير، انا عم بحكي كتجربه واحد اشترى السياره وبده يحكي رايه في الاشياء اللي حبها واللي ما حبها. بس هاي هي، فممكن تتفق معي او ما تتفق معي. السياره بالنسبه لي بعتبرها جدا مريحه، الكراسي جدا ممتازة، طبعا كراسي كهربائية، في عنا هنا الميموري أو الذاكرة موجودين بالسيارة، قعدتهم والوضعيات اللي بتسمح لك إياها جدا ممتازة. طبعا فيهم تبريد وفيهم تسخين، وهذا الإشي كمان كتير فعلا ساعدني لما تكون الدنيا شوب. بالنسبة للراحة اليومية بالسيارة، يعني أنت بتروح فيها كل يوم على الشغل، مساحات التخزين، التكنولوجيا اللي موجودة فيها، إذا في إشي بيعلق إشي حاسس إنه بده يتحسن. يعني بالوضع الطبيعي انا دائما بيكون عندي دائما مشكله مع شغله من الكبسات او التاتش او هاي الشغلات، عن جد والله ما هي مجامله، بس السياره ما عندي ولا مشكله بإشي بالتكنولوجيا الداخليه تبعتها، كبسات الازرار كل شيء ممتاز. عندي يمكن ملاحظه بسيطه جدا عشان كمان اذا حدا شافها ما يحكيش ايش ما حكيت عنها، اللي هي الانيميشن او الحركات اللي بتطلع على الشاشه يفترض تكون اسرع شوي، يعني حاسس انها بتاخذ وقت لتستجيب، مش استجابة التاتش، لا استجابة الحركات اللي بتطلع، فبتصور انها لازم تكون اسرع. غير هيك الامور ممتازة، نظام الصوت جيد، نظام التكييف ممتاز، الثبات على الارض ممتاز، يعني استجابة السيارة على السرعات العالية وثباتها والعزل اللي فيها، يعني بعتبر ثبات وكل شيء ممتاز الا العزل، للأمانة بعطيه يعني جيد جدا ما بدي اقول ممتاز، لانه في بعض الاحيان كنت احس في العزل الارضي فيه مشكله، يعني صوت الشارع بيطلع عالي، صوت المحرك بيطلع عالي، يعني اذا بدعس شوفوا يمكن يطلع حتى بالكاميرا، صوت المحرك او عزل المحرك لازال عالي نوعا ما، واظن هذه مشكلته على فكره انه 4 سلندر هاي مشكله فيه. الشغلات الثانيه اللي في السياره صراحه ما عندي اي تعليق عليها، المساحه الخلفيه للركاب برضه ممتازة، يمكن إذا كان طولك أكثر من 175 يمكن تواجه مشكلة، لأنه مش مشكلة كبيرة حتى، يعني اللي هو بتحس إنه في فراغ قليل بينك وبين السقف، لأن أنا طولي 173 لما عدت ورا حسيت شوية إنه شوية عم بيكون في بيناتنا مسافة قليلة، ولكن غير هيك برضه ما عندي مشكلة. المساحات التخزين بالسيارة رائعة جدا، الكراسي الخلفية بينطوا فبصير عندك مساحة أكبر،
الشكل الخارجي للسيارة والداخلي ما عندي كمان تعليق عليه. يمكن كنت أحب أنه تتميز الأكورد أكثر عن شكل السيفيك الخارجي، ولكن فعليا بعد ما جربوا السيارة يعني بعد فترة مع استخدامها بيبدأ هذا الإشي يروح تدريجيا، بتتعود على شكل السيارة وبصير لا أنت حاس أنه فعليا أنت مبسوط عليه. فهي أحد الشغلات اللي فعليا أنا بسطت فيها بالسيارة. بشكل عام السيارة فعلا جميلة، بتخيل انها خيار جدا مناسب لواحد بده سيارة تكون تمتلك الفخامة والقوة والمواصفات وبنفس الوقت الاعتمادية تبعت الأكورد حدث ولا حرج فيها، ممتازة جدا. وبالنهاية كمان سعرها يعتبر مقبول زيه زي المنافسين، يعني ممكن يكون أعلى أو أقل في بعض الشغلات، ولكن بشكل عام بعتبره خيار مناسب. هذا هو كان رأيي في الأكورد، بتمنى أنه أنتوا تعطوني أراءكم في الأكورد إذا كان حد عنده تجربة. وبالنهاية أنا بقول لكم هاي تجربتي الشخصية، فأنتوا احكوا لي تجاربكم وناقشوني في التعليقات، واستنوني بالفيديو الجاي.